جزاكم الله خيرا، هل يجوز لأخواتي البنات الجلوس مع أزواج أخواتهم والتحدث والأكل معا، وما هي حدود ذلك مع العلم أنهم كلهم متزوجون ومع أزواجهم ويرتدوا الحجاب أثناء الجلوس معا أو الأكل؟ جزاكم الله خيرا. أما الأكل فلا يجوز للنساء يأكلن مع الرجال الذين ليسوا من محارمهم ولو كانوا أزواجا لقريباتهم، فإنهم أجانب. لا يجوز للمرأة أن تأكل مع رجل أجنبي بما في ذلك من الفتنة وانكشاف شيء من جسمها. وأما الجلوس من غير اختلاط، يجلس النساء ناحية معتدلات عن الرجال ويحصل التحدث بينهم، فهذا لا بأس به إذا أمنت الفتنة.